ايه الحاجات الغير محسوسه اللي بجد فيري ايموشنال اللي ممكن تخليكي عندك حاله من حالات البانيك او الهلع الغير مبرر؟ ايه انا بخاف من المرض وبخاف من الفراق. الحاجتين دول اكتر حاجتين فعلا بخاف منهم. لا انت ممكن انا بقى يا جماعه على غير لا على غرار اللي هي بتقوله انا ممكن يبقى في بني ادم قاعد جنبي بيشرب شاي بلبن وانا تخيلت انه مات وانا زعلان عليه والله العظيم وحياه ربنا انا ساعات بيجي لي كده ان ممكن مثلا يبقى حد قريب مني لا هو حد قاعد جنبي يعني انا مثلا قاعد انا وبست فريند مثلا تتخيل يعني انت خيالك مريض لا والله العظيم الاقي مثلا عامر كده قاعد جنبي بيشرب شاي بلبن لا ما انا مالكش دعوه بعامر لو سمحت مالكش دعوه بعامر انت بص انت في خلود في الدنيا لا وابتدي اقول ايه ده تخيل ده لو جرى له حاجه وهو قاعد مثلا بيتفرج على فيلم مضحك مثلا وانا بقى بيجي لي افكار هستيريه ما انا بقول لك انا عندي مشاكل نفسيه كئيبه يعني وهو بيشرب شاي بلبن يعني هو قاعد وانا تتخيل يعني بتخيل ان لا ايه الحاجه اللي بتخوفك وهي بتبقى ايموشنال الوحده دي قاتله بالنسبه